بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. وعدناكم أن نستضيف أشخاص ممن قدموا عبر البرنامج الأوكراني كلما تيسر لنا ذلك. اليوم معنا الأخ يزيد الحوامدة الذي وصل إلى نيو فاوند لاند. أهلا وسهلا بك أخ يزيد. أهلا فيك دكتور سمير، وأهلا وسهلا بالموجودين وبالمستمعين وبالحضور. حياك الله. أنا مهندس، لم أصل بعد إلى درجة دكتور. إن شاء الله إن شاء حياك الله. الله حبيبنا، الله يجزيك الخير، شكرا على أنك قبلت المشاركة معنا. وواجبنا مهندس، لأنه إحنا بهمنا بالنهاية أنه الأشخاص تستفيد، لأنه إحنا بنعرف أنه في ناس بتطلع على كندا لسه مش عارفة إشي، بتتغلب يعني بتقع في حواجز، خلينا نحكي اللي قاعدين بيحاولوا ينصبوا عليهم بشكل عام. فإحنا مش غلط يعني إذا واحد طلع وحكى تجربته إيش يعني صار معاه لما طلع على كندا، أو إيش صار معاه قبل ما يطلع على كندا. فإحنا يعني خلينا نقول الحياة تجارب، واحد بيسمع يعني اللي بيسمع وبيشوف التجارب بتعلم شوية، بتفادى الأغلاط، بتفادى المشاكل، خلينا نحكي بشكل عام. واحنا يعني زي ما بقولوها يعني احنا الانسان يعني رساله في يعني في الدنيا بالنهايه، يعني شو بيقدم، وهي هي نهايه الموضوع. صحيح، بارك الله فيك. طيب خلينا نجيبك هنا لانه احنا هنكبر صورتك لما انت بتحكي. نعم تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيت من وين؟ من اوكرانيا ولا بلد عربي؟ انا اجيت من الاردن. أنا قدمت على البرنامج الأوكراني لما كنت موجود في الأردن، بس أنا معي جنسية أوكرانية. فأنت جيت بناء عليه. نعم. الفيزا كجنسية أوكرانية المفروض ما أخدتش معك وقت. هسا شوف، كوني أنا في بلد آمن تعتبر مش موجود في أوكرانيا، أخذت معي تقريبا 4 شهور من لما قدمت الأوراق، من لما قدمت على الموقع، من لما استنيت البصمة واستنيت حكوا معي قالوا لي تعال راجع سلم اوراقك، ما اوراقك اعمل هيك اعمل هيك. تقريبا قعدت معي 4 شهور وشوي. ممتاز، لانه انا امبارح واحد كلمني قال لي نفس الحكي، اليوم اتصل علي قال استلمت اليوم الفيزا. نعم شايف. ف كانوا بيسالوا يعني ال4 اشهر كتار ولا قلال، وايش بده يصير، هل البرنامج حيسكر؟ طب واذا سكر؟ انا مراتي اخذت الفيزا هي وابني أو بنتي أو أولادي، طب هيروحوا وأنا مش هروح؟ كان عندهم دايلم هيك شوية لخبطة، بس نعم. الحمد لله زي ما شفت اليوم من 2 إنه ممكن تاخذ مع الراجل العربي الأصل. لا. شوية وقت، لأنه خاصة إذا برا أوكرانيا. نعم صحيح. هسا أنا عائلتي كانت موجودة في أوكرانيا وأخذت الفيزا تقريبا، قعدت تقريبا شهر شهر وشوية، لأنهم هم يعتبروا في بلد موجود فيها حرب. حتى كمان في ناس ما بتعرف أنه لما كانت موجودة في أوكرانيا، خلينا نحكي ما عندها الجوازات السفر وعندها الأوراق، فقدموا يعني قبلوهم على شهادة الميلاد، يعني هم راعوا موضوع انه في حرب. هسه في موضوع يقدم على البرنامج الاوكراني في البلدان العربيه مثل الاردن، هاي تعتبر الأردن بلد آمنة، وهم يعني أنا لما أجيت قدمت من الأردن ردوا يعني طلبوا مني، ردوا علي بعد شهر وشوي، ردوا علي قالوا لي بدك يعني بدنا إيش، أنت وين سافرت آخر 5 سنين، بهمنا هذا الموضوع، يعني طلبوا مني أوراق كثيرة. وطبعا بالنهاية طلعت لي بعد 4 شهور، يعني أنا ما يعني ما في فيزا لمدة مثلا شهر أو شهرين أو أقل من شهر بتطلع، لأنه إحنا اللي بنعرفه إنه يعني أوراق كندا بتطول شوية تتوصل، يعني صحيح هذا اللي إحنا بنعرفه. طبعا في أشخاص يعني قدموا من شهر 6 الماضي وإلى الآن قاعدين بيستنوا، بس يعني زوجته أخذت الفيزا، ابنه أخذ الفيزا، هو ما أخذها، يعني ابنه الثاني ما أخذها، قاعد يستنى الآن صار له 7 شهور و8 شهور. يعني هذا لا يعني مقلقة. مقلقة. نعم نعم. فإحنا لا يعني إنه أنا لما أجي أقدم لفيزا كندا بغض النظر إذا كانت على البرنامج الأوكراني أو فيزا سياحة أو فيزا دراسة، إنه خلص أنا باعتبار ما قدمت المعاملة راح أنا أكون مقبول.
لا في اجراءات كثيره، في قنصل راح يطلع على اوراقك، ممكن يرفض ممكن ما يرفض، يعني هذا الاشي بيرجع للسفاره. خلينا نقول حاجة، نعم فرضا أخذت الفيزا، نعم الآن كيف بتقرر تيجي على كندا؟ كيف تختار المقاطعة، المكان؟ بتراسل حدا؟ بتتواصل مع حدا؟ نعم تفضل. هسا انا من تجربتي، انا لما طلعت لي الفيزا، طبعا انا كشخص لسه ما بعرف ايش هي كندا وشو فيها كندا. يعني احنا قد ما بنسمع انه كندا، يعني في، خلينا نحكي، فئة معينة من الاشخاص بكندا بيحكوا لك كندا سيئة، في جهة ثانية بيقول لك كندا كويسة، في جهة بتقول لك الرواتب كثير عالية مثلا، يعني خلينا نقول بيهولوا في الموضوع مثلا، لما ما بيجي بعرف. بقول لك الساعة بكذا دولار. نعم هسا هم شو، يعني انا مثلا كانوا يحكوا لي مثلا الساعه ب 15 دولار، انا كنت برايي اعتبر انه خلص فعليا الساعه ب 15 دولار. لما اجيت هون وشفت الساعه بتكون 15 دولار بس بعد التاكس بتصفي 13 دولار مثلا، كمثال احنا نحكي، احنا هذا اللي بنحكي. طبعا انا لما طلع لي اخذت الفيزا، انا كنت بالفتره هاي اسال عن المقاطعات، اسال عن المدن الكبيرة مثل تورنتو، ميسيساغا، سألت عن مقاطعات مثل نيو فاوند لاند، المقاطعات الأطلسية خلينا نحكي. طبعا أنا لأني أنا طالع على البرنامج الأوكراني، أنا ما كان، يعني خلينا نقول، استفساراتي عن الدراسة أو السياحة، لأن هذا الفيز ما كانت تهمني بالموضوع، فأنا يعني سألت عن موضوع المقاطعات، فعليا كانت أنسب إشي للي بيطلع على البرنامج الأوكراني، من ناحية السكن، من ناحية خلينا نحكي الشغل، من ناحية الأوراق. طبعا اللي يعني شوف، احنا هون في نيو فاوند لاند أول ما توصل كان يحكوا لنا 3 شهور مأمن في فندق، تمام. أنا إلى الآن من 15/10 دخلت على نيو فاوند لاند، إلى الآن موجود في الفندق، ما بدفع ولا إشي، مأمن في فطور غدا عشاء، بقدر اشتغل اطلع على شغلي، ما بيحكوا معي انه انت بتشتغل خلص لازم تطلع من الفندق، ما عندهم هذا الموضوع. طبعا هم بيساعدوك، عندنا في منظمة اسمها الـ ANC، اذا بتعرفها مهندس. لا أنا باخذ المعلومات منك بعدين هطلع الويب سايت، لو نعم أعطيتني حاجة معلومة بدخلها على طول. هسه هاي المنظمة الـ ANC، طبعا انت الشخص اذا بده يطلع على نيو فاوند لاند لازم يبعث لهم على ايميل لهم، تمام. فببعث لهم بقول لهم انه انا جاي، انا مقدم على البرنامج الاوكراني، انا جاي على المقاطعة، هم بردوا عليك بيحكوا لك انه بعث لنا صورة التذكرة والمعلومات انه انت اي يوم راح تيجي. طبعا اوكي هم معذرة، بس هذه اسمها Association of New Canadians صح؟ يس اوكي خلينا نجيب الصفحة تبعتها، انا افتحها واجيبها عشان بس نعم يكون الموضوع مكتمل. تمام نعم بسم الله كمل تفضل. انت تواصلت، طب نعم السؤال هنا ليش اخترت Newfoundland مش غيرها؟ أنا اخترت نيو فاوند لاند لأنه أنا يعني كشاب في أول عمري لسه، أنا مزبوط هاي هي، فأنا اخترت المنطقة هاي لأنه أنا لسه ما بعرف شو هي كندا. طبعا معروفة كندا بلد صعبة، بدها شغل، بدها الشخص يتعب عليها، مش بالسهولة انه انا كشخص مثلا اجي من الاردن على تورنتو ومن اول اشي مثلا استأجر بيت ب 2000 دولار مثلا والاقي مينيمم شغل، بيزمنت هذا اللي ب 2000 نعم دولار في تورنتو. نعم والاقي شغل من اول يوم بس اصل، او اني مثلا افكر انه انا اول ما اوصل المطار راح الاقي حدا يأجرني. طبعا هون احنا معروف يعني في كندا اذا انت مو شغال صعب كثير حدا يأجرك بيت، لازم يكون انت عندك عقد عمل، لازم يكون معروف هذا الاشي. بدك شغل وكريدت هيستوري صح؟ نعم فانا مش بالسهولة خلينا نحكي انه انا اختار مقاطعة مثلا تورنتو فجأة هيك واطلع مثلا، لا اونتاريو اي نعم نعم. فانا اخترت هاي المنطقة لانهم هم بيأمنونا مثلا في فندق، بيعملونا الاوراق، فخلينا نحكي كبداية الواحد يوقف على إجراء، بعدين ببلش يعني باخذ البي آر، بنتقل للمقاطعات الثانية، بكون لغته الإنجليزية شوي أحسن، بكون مأمن حاله بشوية فلوس، بكون ماخذ اكسبيرينس كنديان، خبرة في سوق العمل الكندي. اللغة بتتحسن نعم
نعم أكيد. طيب هنا السؤال، استقبلوكم في المطار بعد ما جيتوا من تورونتو على نيوفاوندلاند، نعم انتوا اشتريتوا تذاكركم. أنا اشتريت تذاكر. هسا الموجودين في بولندا أو موجودين في أوكرانيا، خلينا نحكي، في كان لهم برنامج على حتى على الموقع السفارة الكندية، في خاص للبرنامج الأوكراني، بتقدر تحجز عنه عن طريقه يعني التذكرة مجانا، بس هاي لازم تكون خارج الأردن. أما في الأردن البلاد اللي عندنا لازم أنت تحجز على حسابك الخاص. ممتاز، نعم عرفنا انك انت حجزت، اخذت الفيزا وحجزت وركبت نعم الطياره وجيت على نيوفاوندلاند بعد ما راسلت المؤسسه او الجمعيه او نعم المنظمه اللي نعم حكينا عليها الان نعم اللي هي صح هذه. صحيح المنظمه استلمتك، اخذتك انت والعيله وودتكم على الاوتيل. نعم هنا في سؤال بيسالوني كتير، بقدر اجي في الاول لحالي من غير عيلتي علشان ارتب لهم الوضع قبل ما يجوا؟ بتقدر تيجي لحالك، يعني ما في مشكلة في الموضوع. بس هي شوف، يعني أنا بدي أحكي لك من ناحية نيو فاوند لاند. هسا خلينا نحكي المقاطعة اللي أنا فيها، هم صحيح بيأمنوك في فندق، تمام، خلينا نقول بتقدم أول ما تصل على مبلغ 3000 دولار، هذا من الموقع تبع الحكومة، هذول للبرنامج يعني عملوه. حاجة حسألك سؤال لأنه جاني اليوم، يا نعم ترى يا جماعة قديش بده المبلغ هذا عشان استلمه؟ لأني أنا مستلف حق التذاكر. هسه شوف، احنا يعني انا استلمته بعد اسبوعين، في ناس قعدت شهر، في ناس قعدت اسبوع، على حسب الاجراءات، لانه هون احنا في كندا المعاملات مش بيوم وليله، كل بدك شيء بياخذ تستنى. وقت. نعم، فانا طلعت لي تقريبا بعد اسبوعين، في اشخاص طلعت لهم بعد اسبوع، هسه في اشخاص طلعت لهم بعد شهر. بس احنا الفكره بالموضوع انه المنطقه هاي بتامنك مثلا الفندق، بتأمنك مثلا خلينا نقول بالوراق، بأخذوك هم بيعملوا لك كشف الحساب، بيعملوا لك كل شيء، بيعملوا كل فترة وفترة بيعملوا زي مؤتمرات للوظائف، يعني اللي مثلا في مناطق نيوفاوندلاند، مثلا المطاعم، الشركات، مثلا مستشفيات، فمثلا بيكونوا طالبين مثلا موظفين، بيجوا مثلا على المؤتمر هذا، بيعرضوا الخدمات عندهم، مثلا احنا محتاجين اثنين، مثلا بحتاج دكتور مثلا، فاللي عنده مثلا خبرات، عنده شهادات، عنده شغلات، مثلا بيقدم لهم مثلا وبده يستنى. تمام. هسه طبعا احنا من ناحية اجارات البيوت عندنا، طبعا احنا عندنا بتاخذ البيت مثلا الغرفة المشتركة مع شخص، يعني كل واحد في غرفة ومطبخ مشترك، والتواليت بيكون مشترك، مثلا باخذه تقريبا في 500 دولار 600 دولار اجار شهري. الأوضة نعم. مش هيصلح في حالة عيلة. هسا اذا بده ياخذ عيله، في عندنا مثلا بيوت 3 غرف مثلا وحمامين على بيت مستقل، خلينا نحكي باخذه ب 1800 2000 دولار، بس في منهم بيطلبوا اجار 6 اشهر. طيب هذا البيت نعم. إذا افترضنا الواحد بده ياخذ شقة، في شقق؟ هسا شقق ما بتلاقي كثير، لانه احنا نظام، خلينا نحكي نظام المنطقه ريفيه زي قريه، فاحنا لسه عندنا الابنيه لسه القديمه، الكواخ ما ما فيش كواخ. البنايات العالية الكتيرة لا اللي الواحدة فيها 100 شقة. ما في. وبعدين هي انت بتعرف مهندس نيوفاوندلاند يعني تصنفت من يعني عندهم الانظف الهواء عندهم، يعني لسه مش زي صح، المناطق فيش الثانيه. بلوشن، فيش نعم تلوث. نعم صحيح. اي نعم. انا لي صاحب ابو يامن اللي هو معين شهوان، مهندس بيعمل دكتوراه نعم وموجود في نيوفاوندلاند ودائما بتواصل معاه، نعم لكن انا كنت بساله بدي حدا من اللي اجوا على البرنامج الاوكراني، شوف لي حدا من اللي اجوا على البرنامج الاوكراني، لانه في ناس بتسمعنا وبتسال وبتبعت، فانا اتطوعت اني انا قلت يا جماعه الخير مين اجى على البرنامج الاوكراني يحدثنا، نعم لانه مش هروح الم معلومات واقعد احكي فيها، انا صحيح بحب طبعي يحكي الموضوع اهله. وانا نعم اشكرك كتير كتير لا انك واجبك اتطوعت طبعا. تطلع معانا اليوم. لا شوف، الناس كويس، الناس تستفيد، بس انا بحكي يعني انا دائما بنصح اللي بده يجي، يعني قبل ما تيجي اتعلم لغة، خذ لغة في بلدك. استغل الوقت في انك ترفع نعم مستواك في اللغة.
نعم، يعني الأربع شهور اللي بدك تستنى فيها الفيزا مثلا، أو الخمس شهور أو الثلاث شهور أو الشهرين، حاول اتعلم مثلا لغة. لو بتاخذ مثلا نسبة 30% 40%، هذا الإشي كثير بيساعدك، كون كشغل بيساعدك، كحياة بيساعدك، حتى كمان إنه هون بيعفيك من اللغة، لأنه إحنا بنعرف هون اللغة كثير بتكلف. وطبعا إحنا في شغلة كمان، يعني في ناس ما بتعرفها، خلينا نحكي إنه اللي بيطلع هون كدراسة مثلا على لغة ممنوع يشتغل في كندا، صح. يعني هاي مستحيل. اللي بيطلع بيقول لك انا بدي اطلع اشتغل كاش وما كاش وبتزبط، وهذا ممنوع ما صعب كثير، ما في يعني اذا بمسكوك بروحوك، ما في وبخالفوا صاحب الشغل. نعم. فكندا مش زي موضوع امريكا انهم خلص بتشتغل من تحت الطاوله، لا، كندا اذا ما معاك الورك بيرمنت، معاك الانشورنس إذن نمبر، العمل، إذن هذا العمل والسن نمبر. ما حدا بيشغلك، ما ممتاز. في. الآن وصلت، نزلت في الأوتيل، ريحت كم من يوم، استلموك المنظمات تبع تعال نعمل لك السن نمبر، تعال نعمل لك بطاقة الصحة، تعال نوريك ونوريك، وبنك الطعام كمان نوريك إياه. طيب أسبوعين أنت لسه في الأوتيل، أنت عندك، أنت بالنسبة لك نيوفاوندلاند عندك وسع، تبعوا مونيبيج بقول لك ممكن شهر، ممكن يمد كم من يوم، أسبوعين ثلاثة. تبعون ألبرتا أنا ما بعرف، أنا واحد كلمني من ألبرتا، كلمت واحد من بريتش كولومبيا في الأرياف، هذول اثنين، وكان معنا ضيف دكتور من الأردن لسه بده يجي، شايف؟ فأنا عشان تكون الفائدة للجميع، إحنا عارفين ومش مخبية، لأنه الكل عارف الأدلت بياخد 3000 والصغير تحت 18 بياخد 1500. نعم صحيح. لكن ما تطمعش الناس في المبلغ هذا، ما تفكرش انه ثروة، لا 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 لا، لما هذا في ناس مقصود. بتحسبها. شو مهندس، هسه هذول هم بعطوك اياه مره واحده. هسه احنا البرنامج الاوكراني في ناس ماخذين فكره عنه غلط، انه هو خلينا نحكي زي اللي بيطلع الامم المتحده، زي اخواننا السوريين، انه مش بعطوك إعادة التوطين، انهم بعطوك بيت من الحكومه، بعطوك راتب شهري، بعطوك، لا، هم هذا البرنامج عملوه مساعدة للأشخاص في أوكرانيا أو الأوكرانيين عشان يطلعوا من الحرب لفترة، إنه بعد انتهاء الحرب اللي بيحب يرجع بلده بيرجع. هم أما ما اللي كانوش متوقعين انها تطول لهالدرجة بيني وبينك. نعم، فهم عشان هيك هسه الآن صاروا يطلعوا قرارات إنهم بدهم يوقفوا هذا البرنامج، لأنهم عارفين إنه خلص اللي وصل هون مستحيل يطلع. طيب انا اجاني خبر من واحد من الناس اللي بدها تيجي، قال لي هل صحيح انه في 31 مارس بدهم يوقفوه احتمال، وبعدين يمدوا الناس، يعني حيبطلوا يعطوا تأشيرات في 31 مارس، مش مؤكد، لكن حيضل الدفع اللي بيجي 3 أشهر بعد مارس لغاية شهر 6 يستوعبوهم وبعدين خلصنا. شايف؟ في كلام من هالشكل. لأنه كمان أنا تفضل. سمعت مهندس إنه في ناس رجعوهم من المطار كمان، وفي ناس أعطوهم شهر، في ناس طلعت على فيزة الفيزيتور في ناس ورجعوا. لما وصلت اعطوهم فيزيتور ما اعطوش اذن عمل. نعم، هسه انا أنا كنت بحاول افهم هذه الجزئيه، ليش بعض الناس اعطوهم فيزيتور؟ هل هو لانه ما جابش مرته، ما جابش اوراق انه متجوز والى اخره؟ لا لا مهندس، شوف، انا مثلا انا من الاشخاص اللي اخذت الفيزا عليها فيزيتور، وصلت مطار كندا مونتريال اعطوني الورك بيرمنت، يعني رحت على دائره الهجره عندهم واعطوني الورك بيرمنت. بس طلعت بفيزيتور اصلا. نعم، طلعت بفيزيتور. وفي كمان نقطه اللي الناس لازم تعرفها، انه انت لما تحجز من الاردن مثلا على فيزه الفيزيتور، المطار ما بيعتبروك انه انت طالع على البرنامج الاوكراني، بيعتبروك انه انت سائح، راح يطلب منك تيكت تو واي. يعني انا ريتيرن تيكت. يعني انا من الاشخاص اللي حجزت ون واي، لما وصلت المطار كانوا بدهم يرجعوني، قالوا لي انت طالع سائح، قلت لهم طب انا طالع على البرنامج الاوكراني، قالوا لي انا ما انا اللي بعرف اللي عندي اللي قدام الاوراق الفيزيتور، خلص انت طالع سائح. الموظف بيشتغل بالورق اللي قدامه، وش بده يسوي الغلبان؟ بالضبط. فيعني وانا بعدين بالنهايه يعني رجعت كمان عملت حجز وهمي وطلعت بالطياره. فهاي النقاط لازم الواحد يسال عليها ويسال عليها صراحه، لانه كندا من البلاد اللي مش سهل كثير، بس بنفس الوقت من البلاد اللي اذا الشخص تعب فيها بيلاقي لقدام صراحه. سؤالي لك، نعم، هل ودوك تتعلم لغه انجليزيه ترفع مستواك؟ نعم، أنا الآن أول ما وصلت عملوا لي امتحان مستوى،
تقييم. نعم، أخذت ليفل 5 طبعاً، قعدت تقريباً بعديها شهر وأنا بستنى. بعثت لهم طبعاً بعد أسبوع قلت لهم إيش صار معي، قال لي بدك تستنى لأنه الأوكران في ضغط على الدورة بنعطيكو. فهسه رنوا علي تقريباً بعد شهر ونص، باخذ الآن حصص إنجليزية عندهم مجاناً وبالفندق كمان عشان ما يغلبوك. أونلاين ولا شخصي؟ لا شخصي، بتكون مثلاً تعطيك شخص يعني واحد أو واحدة تمام، وبكون معك أنت وخمسة، أنت وأربعة. يعني بيعملوا جروب من اللي في الفندق وبيجيبونهم معلم أو معلمة عشان تعلمهم. نعم، بس تنتهي من الليفل 5، خلينا نحكي الليفل 5 مثلاً مدة 4 شهور بتخلص، بعطوك شهادة برفعوك للمستوى السادس، بعطوك كمان ببلشوا معك بالمستوى السادس. هو الميزة المستوى السادس إنه ممكن يدخلك كلية عشان تدرس وتاخد شهادة كندية. نعم صحيح. تمام. بعدين هو معذرة سؤال أنا مسألتك فيها من الأول. نعم. أنت إيش تخصصك؟ إيش شهادتك؟ أنا شهادتي معلم صف، أستاذ. أوكي. من إيش طبيب ولا صيدلي؟ لأنه كل اللي شفتهم دكاترة، قلت لهم الله أكبر الشعب العربي كله متجوز في أوكرانيا طب. لا. طيب جيت ودخلت البلد وفي الأوتيل وبيعطوك اللغة تمام التمام. نعم. الآن أنت معك إذن عمل 3 سنوات. نعم. أو لنهاية الباسبور تبعك من أول. إيش خطتك؟ أنا الآن خطتي أتعلم لغة. الآن أنا بشتغل شيفت مانجر في الكي اف سي. أوكي. باخذ قاعد، أنا بهمنيش أنا الشغل طبعاً لأنه أنا جديد، أنا بهمني الآن الإكسبيرينس تبعت البلد. أنا بعد ما أخلص خلينا نحكي اللغة وآخذ البي آر، خلينا نحكي أقدم على البي آر. نعم، أقدم على البي آر وآخذ. طبعاً هون البي آر عندنا أموره سهلة لأنه بدهم ليفل 4 وتقدر تقدم بعد سنة. مش هتكلم على اللغة، بدي أتكلم على حاجة تانية. نعم. قضية البي آر في كندا. نعم. في إلها حاجة اسمها ترشيح المقاطعة جزء منه. نعم. جزء منه الكنديان إكسبيرينس سي إي سي. نعم. وفي حاجة تانية طبعاً الإكسبرس إنتري، وهذه أنت ما بدك وجع راسها. لأن أنت في المقاطعة وردي بدك ترشيح المقاطعة وتأخذ نقاط. بعرفش أنا عن بريتش كولومبيا، بعرف عن مانيتوبا بتعطيك نقاط. نعم. لكن في حاجة اسمها jobs in demand، إنك تكون أنت في السنة هذه اشتغلت مهنة من المطلوبين بحيث لما تقدم يعتمدوها، مش تطلع ساعاتك راحت على الفاضي. صحيح. يعني هم زودوا بعد ما صارت قصة أوكرانيا ومش عارف في شهر 11 اللي فات، زودوا 16 مهنة، وأعتقد منهم كان مش متأكد إذا الدليفري منهم ولا مش منهم. نعم. والجماعة اللي بيشتغلوا في المطاعم إلى آخره. فأنا بدي أقول لك انتبه، لأنه تكون المهنة تبعتك من المهن التي ستؤدي فيما بعد انتهاء السنة إلى نعم. إمكانية التقدم على الإقامة. في مانيتوبا بيقولوا لي أنت بعد 6 أشهر ممكن تقدم على ترشيح المقاطعة. نعم. بعرفش نيوفاوندلاند. وعنده نفس الإشي كمان. ممتاز. يبقى نيوفاوندلاند كويسة. الراجل اللي سألني اليوم كان بيسألني بيقول لي أنا أروح نيوفاوندلاند ولا أروح كالجاري ولا أروح وينزور. بقول له ليش؟ قال لي وينزور فيها صاحب بس أجرة البيت 2400 دولار، كالجاري فيش فيها ضرائب، نيوفاوندلاند الأوتيل بيعطيني لغاية 6 شهور. قلت له أنا أول مرة أسمع 6 شهور، استنى شوي. إذا أنت نزلت في الأوتيل 6 شهور على حسابهم، هذا إشي مهم، لأنك نعم. أنت مش هتحط من جيبتك إيجار لو ما اشتغلتش. صح. فيعني it's a matter of compromise بنسميها. في نعم. ممكن بعد 6 شهور، بعد سنة، إذا بصح لك تسيب المقاطعة وتروح وينزور أو تروح كالجاري أو تيجي مانيتوبا، ليش لا؟ نعم. حتى بدي أنوه على شغلة كمان اللي مع أنا من الأشخاص اللي كنت قبل شهر مثلاً بدي أنقل على ميسيساغا، تمام؟ أنا رنيت على ANC هذول، قلت لهم أنا شخص بدي أنقل من المنطقة، قالوا لي إحنا ما عندنا مشكلة بتقدر تطلع، بس إحنا غير مسؤولين عليك، إحنا بنشتغل. طلعت من عبايتنا. بالضبط.
فإحنا حتى أنا بنصح يعني بقول للناس اللي بدها تيجي على البرنامج الأوكراني، خلينا نحكي تيجي هون تشوف الوضع كيف، كونها يعني هم مأمنين لك فندق وبتيجي بتسكن، يعني أنت بتوفر حالك كمان يعني حركة 6000 7000 دولار 8000 دولار، يعني هذولا تشتري فيهم سيارة. نعم تشتري فيهم سيارة. أنت تعال هون جرب الوضع، شوف الوضع، لأنه أنت على الجهتين خلص ساكن ماكل شارب نايم مجانا وهم بيعملوا لك كل شيء. تعال أنت مثلا هون خذ اللغة اشتغل مثلا، خلينا نحكي بتشتغل مثلا في مكان ممكن تقدم على البي آر تأخذها، يعني بعدين لقدام بتقدر تنقل على مناطق ثانية، بيكون معك لغة، بيكون معك بي آر، بيكون معك إكسبيرينس يعني بسوق العمل، يعني أنت بتطلع تطلع مثلا وعيدانك قوية. حسنك سؤال طيب. نعم حسنك سؤال، جيت معك رخصة السواقة أردنية ولا أوكرانية؟ نعم. ولا كيف؟ نعم جيت معي رخصة أردنية. طب قديش أخذت معك عشان تحولها لكندية؟ الآن طبعا أنا فحصت رخصة السواقة، خلينا نقول الامتحان النظري، بعد ما نجحت فيه باخذوا منك البيئة، باخذوا منك الورك بيرمنت والأوراق اللي معك، وطبعا اللي بيجي من الأردن يجيب معاه المشروحات، خلينا نقول مشروحات الرخصة مترجمة بالإنجليزي. نعم مترجمة للإنجليزي، وبروح على المحطة في منطقة في عمان اسمها المحطة، بيجيب منها ورقة انه خلينا نحكي انه انت ما عملت حوادث. بتجيبهم في اللغة الانجليزية. بتساعدك في التأمين هذه كمان. نعم ما في داعي تروح على الخارجية وتصدقهم، خلص بكفوا هذول من الترخيص ومن المحطة، طبعا هم بيساعدوك خلينا نقول بيساعدوك بالتأمين. تمام. طبعا الآن انت رحت اخذت الأوراق المطلوبين اللي هي المشروحات والرخصة. الرخصة تبعتكم في الأردن عليها إنجليزي؟ عليها إنجليزي. أوكي. الرخصة والمشروحات والأوراق تبعتك، إذن العمل والعنوان تبعك، عقد السكن أو المكان، وبتروح على مكان في نيوفاوندلاند. نعم. تبع الترخيص. نعم. تعمل فحص النظر. نعم. وبأخذوا منك بصوروك، بأخذوا منك صورة، وبتدفع $60. ممتاز. وبحكوا لك اذا نجحت بحكوا لك بدك تستنى تنبعث لك الرخصه، طبعا توصل بعد اسبوع اسبوعين بتوصل. تمام. ببعثوا لك الرخصه الكنديه على محل عنوان سكنك. والله جريت. توصلك. مش تخش امتحانات وتسقط وعيد وتسقط. حتى لو كان الجهاز الكمبيوتر معطل بيمتحنوك ورقي، يعني بعطيك ورقه وبتمتحن. بس بعد ما تخلص بقول لك بدك تستنى، يعني من لما انت قدمت بدك تستنى لحد 8 شهور تتلاقي موعد. طبعا انا لما سمعت هذا الحكي، طبعا انا كنت افتح كل يوم على موقع الترخيص في رابط اعطوني اياه، الان لقيت مثلا بعد تقريبا شهر ونص لقيت حدا مرض مراحش اجل، رحت انت نازل مطرحه. طبعا اكيد. طبعا اكيد بتروح بتفحص. هسه في ناس خلينا نحكي بيفحصوا بيشوفوا الترخيص اللي ابعد من المنطقه، خلينا نقول فيها اسمها سان جونز اللي انا موجود فيها. انا عارف المدينه. تفضل. بيروحوا مثلا بعيد، مثلا بدهم بالسياره ساعه ونص ساعتين مثلا، هناك بيكون في مواعيد. يعني انا من الاشخاص الان حجزت على مدينه ابعد مني بدي ساعتين عشان تلاقي سبوت عشان تقدر تمتحن. بالضبط. عشان ايش انا اختصر حال، لانه هنا الرخصه مهمه في كندا كثير، يعني هنا الامور ما بتغلب، بس بقول لك بدك تستنى السياره ايدك ورجلك خاصه في البرد والثلج. طبعا اكيد اكيد. ممتاز. اذا انت تدرس عشان تدخل كليه عشان تاخذ شهاده عشان تندمج في الجو اللي احنا فيه. نعم. بس أنا من الأشخاص اللي ما بفكر بدراسة مثلا، خلينا نقول يعني أنا من الأشخاص اللي خلصت مثلا معلم صف، يعني ما بهمني مثلا، أنا ما بطلع مثلا إنه أخلص مثلا ماجستير. فهمت. أنا أقصد بدك تندمج في كلية عشان تاخد شهادة كندية عشان تصير معلم صف هنا. لا أنا بنهاية الموضوع أنا ما يعني أنا ما بهتم فيه، أنا بهتم إنه أسجل في خلينا نقول في كلية أو معهد أتعلم صنعة تقني. نعم اتعلم كميكانيكي كسباك كمثلا. انا في واحد من المعاهد اللي بتعطي ريد سيل عندكم في يوم. نعم. من الايام كان واحد سالني فعملت بحث عن الموضوع هذا، فعندكم. نعم. عندكم معهد جيد جدا. نعم. من اللي بيعطوا حرف.
أكيد طبعاً. فإحنا يعني أنا اللي شفته يعني من واقع كندا اللي معهم مهنيين أفضل إشي صراحة. بعمل فلوس كويسة، الميكانيكي، ميكانيكي السيارات بعمل فلوس، خاصة إذا كان مالك جراجه. نعم أي طبعاً نعم، ممتاز. إذا عرفنا، أنا بحاول إني أرجع أربط الأمور، نعم أخذت الفيزا وجيت، وجيت على نيوفاوندلاند، نزلوك في الأوتيل، عملتوا كل الأوراق اللازمة، رحت عملت الرخصة. أنت بتدرس إنجليزي الآن في المرحلة الحالية، وبتشتغل، بتحط في جيبتك شوية مصاري، وإن شاء الله ربنا يكرمك ويوسع عليك وياك جميعا. وتاخذ كل المطلوب، ثم تدرس في معهد من المعاهد اللي بدك إياها، طبعا تتعلم حرفة أو صنعة، ربنا نعم يفتح عليك. آمين. نصيحتك الآن، لأنه في ناس امبارح قالوا لي طول الموضوع وانت بتحكي، قلت لهم اسمعوا لما اقول لكم، انتوا بدكم تفاصيل التفاصيل ولا بدكم واحد بنقط؟ بالضبط بدكم تفاصيل، نعم فبدكم تستنوا هي هالنص ساعة في حياتكم وتاخذوا المعلومات، وإلا روحوا دوروا على غيري مش أنا. بالضبط الآن نسميها إيش نصيحتك للقادم الجديد اللي أنا ما سألتكش فيها؟ طبعا. شوف انا بحكي لك، انا كتجربتي الخاصه، انا يعني طبعا بحترم كل التجارب للاشخاص، لانه كل واحد له وضعه الخاص. في ناس يعني بتقول لك انا بدي اطلع، بتعرف كيف اوضاعها. فاحنا بدنا يعني انا شوف، انا لما قدمت الفيزا قعدت قلت مثلا طولت، يعني قعدت شهرين قلت بجوز ما تطلع، يعني خلينا نقول اجى الواحد احباط شويه تمام، انه ليش الفيزا طولت، ما الفيزا طولت. طبعا الفيزا بدك تصبر كثير عليها تتطلع، ما في شيء بيجي بسرعه. طبعا انت قبل ما تطلع بدك تطلع مثلا دراسه، قبل ما تطلع شوف المناطق، ادرس عنها، اعرف يعني مثلا انت حاط مثلا في بالك تروح على تورنتو، ممكن مثلا بعد الدراسه بسنتين تقدر مثلا تقدم على البي ار. هسه مثلا في مناطق ثانيه خلينا نقول يمكن تكون افضل، ممكن مثلا بعد سنة تقدم، أنت بتختصر حالك خلينا نقول سنة انتظار. اسأل عن المناطق، طبعا اللي بعده ما طلع حاول اتعلم لغة إنجليزية، اللغة الإنجليزية كثير مهمة. يعني أنا من الأشخاص اللي كمان مستواي ليفل 5 وقاعد بتغلب صراحة، لأنه أنا ما كان معظم اللي يجوا على وينيبيج مستوى 3 و4، نعم لأنه أنا من قليلين اللي أخذوا 4 5. نعم لأنه أنا من مش أنا من الأشخاص اللي خلينا نحكي ما لقيت حدا ينصحني انه خذ لغه وما لغه وتعال، لا اجيت هنا لقيت يعني اجيت في واقع وانصدمت. طبيت طبعا طبب نعم طبيت طبب نعم طبعا انا من الاشخاص اللي سافرت كثير يعني وبحكي شويه انجليزي، بس في هون مناطق زي خلينا نقول نيوفاوندلاند ومناطق خلينا نحكي اللغه لازم تكون يعني بدك تنتبه كثير عليه، لانه بحكي بسرعه. الأكسنت تبعتهم مختلفة. نعم، فبده يكون عندك اذا ما كنت يعني ملم في اللغه الانجليزيه، لو اشي بسيط ما راح تقدر تفهم عليهم ولا اشي. طبعا هون المقاطعات خلينا نحكي ما في زي المقاطعات الثانيه، انه مثلا تقدر خلينا نقول اللي كل الشركات او خلينا نقول كل المحلات اصحابها كنديين، يعني انت اذا بدك تيجي خلينا نقول كسياحه مثلا وتحكي والله بدي الاقي شغل، ما راح تلاقي شغل لانه ما معك الاوراق الرسميه اللي بتسمح لك تشتغل بها. مش هيخالفوا القانون. نعم، لانه هون اذا بيمسكوا منشاه مثلا موظف شخص غير قانوني بتتسكر او بتغرموا غرامه ماليه كبيره. تتخالف وورقها بصير يوقف في العمل وبتصير. نعم اوكي، لحظة شوي، أنا معي الأخ نضال، هذا دكتور نعم من أوكرانيا، بعت لي مسج، بس تفضل استرسل، أنا كمل، لأن أنا بس بدي أشوف إذا كان حيدخل معنا ولا مش حيدخل. بس نعم فاحنا يعني بهمنا يعني احنا بننصح من تجربه. هذا لا يعني انه انا لما اجي احكي لك اتعلم لغه وتعال، لا يعني انه انا مثلا ما بدي اياك تيجي او انا مثلا بدي اطلع على رزقتك. طبعا يعني انت اي حدا بيجي على كندا هون ما حدا بيدري عن الثاني، لانه هون الوقت بيكون مش بايدك، يا دوب انت تهتم بحالك، فما حدا بتطلع على حدا هون. فاحنا قاعدين ننصح من باب التجربه اللي احنا مرينا فيها، ما بدنا انه الناس تقع بهذا الخطا، لانه صراحه ما في حدا نصحنا لما اجينا هون خلص لقينا واقع ثاني. طبعا احنا هون يعني في مناطق فيها التاكس 15%، في مناطق فيها التاكس 5%، في مناطق فيها 14%. هسا انت لما تاخذ تشتغل في مكان وتاخذ 14 دولار، هذا لا يعني انه ساعتك في 14 دولار، راح تنخصم منها الضرائب. الضرائب بلا شك.
بلا شك. احنا يعني تعلم مش غلط، تعلم لغه في 4 شهور بتختصر حالك، بتختصر حالك هون 10,000 دولار و15,000 دولار صراحه يعني. انت هذول اولى فيهم يعني، هذول انت عدم مؤاخذه بتدفعهم دفعه مثلا بيت. اسالك سؤال، نعم. الجو عندكم كيف شكله في نيوفاوندلاند؟ والله الاجواء عندنا الان سالب 15 بالنهار، سالب 12 يعني، هي بارده عندنا، الهوايات باردات. الثلج خلينا نقول بتلاقوهش كثير يعني، بيفتحوا الشوارع بس لانها منطقه على جزيره فهواها بارد، بيجي على من البحر، بيجي هواء البحر بارد. نعم. فهي يعني نهايه الموضوع كل شيء يعني، المطعم مدفئين، المولات، المحلات. لا ليش فتحت انا السؤال؟ ليش فتحت انا السؤال؟ لانه اللي جاي من بلد مش زي نيوفاوندلاند طبعا. احنا عندنا بالناقص 30 مش بالناقص 12. نعم. شايف؟ فبده يجي، بده يبقى ايش؟ عنده لبسه اللي ما ياخدش نزلة برد. نعم. طالع من الطيارة يركب مواصلة لطش الهواء. نعم. بكرة الصبح بدنا نروح نشتري أواعي، بدك أدخن. نعم. بالطو في عمان بيقومش في البرد اللي هون. هون اللي شوف هون الملابس مهيئة للبيئة يعني. أنا مثلا ما اشتريت جوكيتي من الأردن، اشتريت جوكيتي هون لأن أنا عارف الجوكيتي بالأردن ما راح تمشي أموري هون. دقيقة واحدة، بدنا نرحب معنا في الدكتور نضال. دكتور سلام. نضال السلام عليكم. انت سمعنا؟ نعم. السلام عليكم يعني، مسيكم بالخير. مسيكم صح. صح توني صح من النوم. صح النوم لانه مذاكر على سيدنا محمد. عندي الوضع انا ملخبط، نهاري صار ليل وليلي صار نهار. انا جاي من اوكرانيا. حياك الله حياك الله. هو مش من زمان، له يا دوب 3 أسابيع عندنا في وينيبيغ. انا تعرفت عليه لغايه لما شفتوش وجها لوجه. احنا بنشوف بعض زي ما انت شايف عبر التليفون كنا والواتساب، الان بنشوفه وجها لوجه. حياك الله حياك الله دكتور نضال. في معلومه اقول لك، وسهلا فيك، مسيك بالخير. اهلا دكتور. بس في معلومه بدي اضيفها قبل ما تحكي دكتور عن ابنك، هاي نسيتها طبعا. فضل. اللي بيجي على نيوفاوندلاند على البرنامج الاوكراني ومعاه رخصه اوكرانيه ببدلوا له اياها على السريع يعني، بنزل مباشره. نعم، هاي عشان الناس كمان تعرفها. بس بعمل فحص النظر. نعم، انا بعتذر دكتور. لا الكل حيتكلم. انا اشوف نحن كلنا في الجلسه هذه بنسميه بساط احمدي. بساط. نعم. احمدي. نعم. احنا بدنا اللي بسمعنا يحس انه قاعد معانا، وانه نعم. السؤال اللي في باله انسال وتجاوب. نعم. عليه. نعم. دكتور نضال. طب انا قبل ما احكي، قبل ما احكي عشان حاب اعرف الموضوع عن ايش دار. طبعا بدي اتعرف مع ان الاخ يزيد الحوامده. يزيد الحوامده. يزيد الحوامده، هذا من بلدياتنا من الاردن معناته. ايوه، من جرش، بس اجيت على البرنامج الاوكراني وحاليا موجود في نيوفاوندلاند في كندا. قديش صار لك موجود؟ من 15 شهر يعني، جديد لسه 4 شهور 5 شهور. وين هو اللي جديد؟ هذا اقول عن حالي انا. نضال بتعرف ترن من عندك على احمد، دكتور احمد؟ يلا دقيقه، انا بعثت له اللينك، قول له يدخل اذا بقدر يدخل على اللينك. هو كان بيقول لي بعد الساعه 9 واحنا 9:30. هس انا عندي 11:50 دقيقه. بينه وبينك ساعتين ونص. نعم. انا مش هطول. لا عادي، ما عندي مشكله. بس عشان هذا اللي احنا بنسويه نضال مسجل الان، تمام؟ بس يكون للعلم يعني، شايف؟ انت يكتب. انا هو عطاني رقم اوكراني وعطاني رقم ارضي، وبعثت له هنا، بعثت له، قول له ادخل على الرابط سمير ويزيد وانا على الخط، يمكن نصير 4 اللي انا ناسي انت بتذكرني، اللي هو بده يقوله زيادة أنت بتأكد عليه وبتأمن عليه وهكذا. تمام؟ لا. طيب، لأنه نضال في مانيتوبا، بدنا نحاول نقارن تجربة مانيتوبا مع تجربة نيوفاوندلاند. لا. يعني أنا اللي سمعته أنه في ناس في مانيتوبا قعدوا 1.5 شهر أو طلع. يمكن رن عليه أو جاء اتصال. يمكن. فإذا رن عليه على الأرض بينقطع، ان شاء الله يرجع يدخل من تاني. ان شاء الله. شايف؟ anyway، ففي تجربه مانيتوبا في واحد بيقول لك ممكن يقعدوا 40 يوم في الاوتيل، بس ما قالوش 6 شهور. نعم.
هو هذا الكلام اللي احنا بنحكي عليه، شايف؟ فنرجع من تاني، الله يسامحه ويسامحنا جميعا ان شاء الله، ان شاء الله رب العالمين يرجع يدخل تاني. عموما الرابط معاهم، وانا بعثت لهم الدعوه من بدري من اول النهار، والدعوه انا كنت بدي احطها بحيث اي واحد عبر البرنامج الاوكراني بيحب يدخل يدخل، شايف؟ بس انا انبسطت انك على الاقل انت تكلمت، لانه لغايه الان اللي انت حكيته كله مفيد، ومن الممكن ان نقصه واعمله حلقه مستقله. لا لا انا بهمني، شوف هذا مهندس، انا بهمني مش غلط حدا يجي على المنطقه، يعني انا بشجع، بديش احكي لك انه يمكن هون انت الواحد يتغلب في الشغل، لانه انا قعدت تقريبا شهر تلقيت شغل، وكنت اطبع سيفيات كل يوم وانزل من الصبح واروح اخر الليل وانا انزل على المحلات. وانت بتدور شغل، طالبين مثلا موظفين موظفين لحقته ولا ما لحقته؟ شوي شوي وبنضمننا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، يعني سعينا احنا ولقينا بالنهايه والحمد لله. شوف ايوه بقول لك انه اخذت معاه شويه وقت بعد ما تمرن على الرسم الكندي، وضل يبعت شمال ويمين على ما الله فرجها واجته الشغلانه. بس انا هيني معلش بضل قاطعكم اول ثلاث دقائق عبال ما افهم عن ايش اتحكى في المواضيع. هسه يزيد بتدفع، انت طبيب مهندس محامي؟ انا معلم صف، استاذ. استاذ ونعم الاستاذ، حياك الله. طيب شوف حبيبي انا اختصر لك يا دكتور نضال رسولا. دكتور نضال، لا بس انا ماشي على نظام، خلينا نقول المطاعم، يعني كشغلي اكثر شيء بالمطاعم. شايف انا اختصر لك اياها القصه، انه الراجل اجى وراح على نيوفاوندلاند، ما جاش على مانيتوبا، ما راحش على ألبرتا، ما راحش على هاليفاكس، لكن راح على نيوفاوندلاند. فكانت تجربة، لأنه نيوفاوندلاند أعطتهم لغاية 6 أشهر في الأوتيل، مش شهر. يعني مانيتوبا هيني أنا ضايق. أنت يا نضال لو كنت في نيوفاوندلاند كنت هتفكر بطريقة أخرى. صح؟ أنا لاحظت كل برافينسي كل برافينشن بتختلف عن البرافينشن الثاني. طيب انا اقصد ان انت ما كنتش هتروح تاجر بيت وهتضلك في الاوتيل وتبتدي تتعلم انجليزي، صح؟ وتبتدي ترتب حالك على معادله الطب، نعم، على اقل من مهلك، ما تاكل سهر بنايم. صحيح، تمام. هذا اللي راح يصير، غير هيك ما راح تزبط معي، لان انا اصلا الان ساكن على حسابك، بتفرق. شوف هذا الحكي مزبوط. الان انت محتاج تخلص انجليزي زي ما قال وتأيد على يزيد، اللغة ثم اللغة ثم اللغة. نعم يزيد حكى اللغة شرط اساسي. كيف لغتك الانجليزية يا يزيد؟ انا الحمد لله عملت مستوى وطلع لي ليفل 5. 5 نعم، يعني انا هذه فيها 4 أشهر فرق. بس في 4 أشهر فرق، صح؟ عشان هيك انا لهسه قاعد بمد، قولت عم ابو الوليد مد عشان ما قدمش التست واخذ 4 زيهم الاوكران، فقاعد هيني كل يوم بنام في النهار يعني ساعتين ثلاثه، بطلع بقضي مشاويري، بشوف بيوت، وبرجع زي هسه من 9 بضلني صباحي انجليزي. الدفاتر تعبت والله ما عارف كيف بدي ارجع ارد اقراها ثاني مره ولا لا. بعدين مش غلط الواحد يختلط مع الأجانب الكنديين، يحكي معهم، ما يستحي يحكي، لو غلط بصححوا له. هذا الإشي في ناس بتيجي هون مهندس بتخاف، بتقول لك هذا بده ياكلني، خلص بضلني ساكت. عندهم بتكون الرهبة والخوف إنه أنا يمكن أخربط، يضحكوا علي ما يضحكوا علي. لا احكي، خليهم يضحكوا عليك، أنت بالنهاية أنت المستفيد، لأنه هون حاجز الرهبة. نعم، لأنه هون البلد أهم شيء الإنجليزي. أنت بكرة ممكن مثلاً تلاقي واحد يساعدك، بس ممكن مثلاً على الساعة 12 بالليل تواجهك مشكلة، مثلاً كيف بدك تفهم معهم، كيف بدك تحكي تعبر عنها. مزبوط، نعم، فكثير مهمة. وخلي عنكم يعني، حاولوا يعني اختلطوا مع الشعب الكندي، حاولوا ابعدوا عن اللغة العربية شوية، ما بدي أقول لا تخلوا عنها، يعني ما حدا بتخلى عن أصله طبعا. يا ريت نحكي عربي، احنا بنحكي أخوك 24 ساعة أوكراني وروسي. بالضبط، فأنا اللي بحكي إنه حاول يعني وجه يعني فكرتك كلها وقدامك هذا نظرتك، إنه حاول اتعرف على كنديين، اتعرف على باكستانية، على هنود،
على الجنسيات اللي بتحكي 24 ساعة إنجليزي. مش غلط تطلع أنت وياها مثلا تشرب مثلا فنجان قهوة أنت وياها تحكوا مثلا ساعة، هاي كمان مهم كثير. مش طبعا طبعا مش مه... درس يعني درس مجاني بفنجان قهوة. بالضبط بالضبط حبيبي يا عم بالبيت ما فيش، انا عندي خيار بدفع. انت هل تعلم يا عم ابو الوليد الخيار هذا اللي مش عاجبك، خلينا نقول يعني بين قوسين، في اوكرانيا قبل الحرب والان في الشتاء ما بتقدر تشتريه، بيشتروه غير بس الاغنياء. الخيار الواحدة في اوكرانيا بتوصل بدولار ودولار ونص في الشتاء، اما تعال لها في الصيف بتشتري 5 بوكس بدولار. ما تنساش انه هنا في وينيبيج الان الخيارة ممكن توصل دولارين. نعم شايف، اي نعم، فهمت خاصة عايش الاموال بنعمل المستوردة. مشكلة في نعم. الشتاء. طيب الان حاول نقارن تجربة مانيتوبا مع هناك. الاوتيل زي ما فهمت ممكن يعطيك شهر ونص في مانيتوبا. نعم الان بعطوا بس شهر، بس بقول لك اذا بتثبت لهم انك قاعد بتدور على بيوت وبتروح وبتشوف، تكتب لهم بتعبي في ابلكيشن وبتكتب عشان لهم يمدوا الفترة. مددوا لي اخرى مثلا 20 يوم 10 ايام، فبوافقوا ما في انهم يعني اوبجكشن. ممكن تكون لقيت بيت ووقعت بس عقد. ما بخلوك، النقطه انه ما بخلوك في نفس الفندق، اها، بحطوك في فندق ثاني. يعني هسه الفندق لدرجة أقل. في 3 وجبات، يعني القصه مش قصه اكل بس، برضه كيف يعني الرعايه. اما نعم. هسه يخلصوا قبلي هذول قبل اسبوع الاوكران وراحوا على فندق ثاني، الفندق الثاني بيقول لك اسوء من الفندق هذا واكل ما في، روح انت اشتري اكل. يعني كيف؟ بزهقوك كل ما عشان تطلع. بتاخر كل ما بتاخر بنزل للاسفل للاسفل، بقول هذا لك بيأثر بزهقوك على عشان نفسيه تطلع. الواحد، بيأثر على النفسية، فعشان هيك بدي أطلع أنا قبل ما يخلص الشهر تبعي. يا سيدي الله يكرمك، الله يكرمك إن شاء الله. والحمد لله بفضل الله بفضل الله لقينا بيت، وحسب ما بعرف هاي اسمه المنطقة تبعتنا، المهندس سامر بيعرف، بريدج ووتر. ويدج ووتر صح؟ بريدج بريدج ووتر. ووتر. آه جسر بقولوا لي الماء. هاي تعتبر أصلاً أرقى منطقة في وينيبيغ. هي أحدث منطقة في البنى جديدة. يعني فأنا أحدث منطقة. الحمد لله قديش حط الزيت يا دكتور؟ تفضل ايش؟ قديش قول حط الزيت؟ متوسط الأوضتين 1500، أخذته في ب 1700، في ب 1450. فأنا بحاول أعطيك الرينج في المنطقة هذه، بيعتمد كم سكوير فوت، يعني المساحة تبعت البيت نفسه. وبعدين في بيوت قديمة ب 1300، فالقصة. وفي بيوت جديدة أوضتين ب 2000. فالعمارة، الخدمات، المساحة بتفرق. لكن 5000 لعيلة دولار صغيرة، شوف لعيلة صغيرة، راجل ومرته أوضتين، هذه البنايات، أنت ومرتك أوضة وحمامها مستقل كامل كبير بانيو، والأوضة الثانية حمام وبانيو مستقل. فبتقدر تفصل الأولاد، حتى لو أخذوها عيلتين، واحد وأخوه، كل واحد في أوضة، بيمشي الحال مبدئيا لغاية ما يستقلوا كل واحد في بيت. صح. تمام تمام طيب دكتور، ايش بتحب انك تسأل او تعلق؟ لان انا مش عاوز اطول كتير كتير على الناس. واستاذ يزيد، ايش بدك انت تضيف؟ أنا بدي أضيف شيء، بدي أسأل سؤال ممكن للأستاذ يزيد. نعم تفضل دكتور. إذا سمعت من حدا، أنا بتهمني قاعد بدور بجمع أكبر عدد ممكن يعني من المعلومات بحكم مهنة الطب، كيف أنا من كل الناس بسمع يعني عشان أستفيد، ممكن يكون واحد في بيعرف شغلة أو سمعها فبتفيد الناس الثانيين، ممكن تكون المعلومة هاي مهمة وتغير حياة بني آدم كامل، مسار حياة بني آدم. صحيح. فأنا من الناس في حكم تخصص التخدير بحبش أستهين في الأشياء، نعم وهذا بتعطيني دائما إني ما بحبش أستهين في الأشياء، بتلاقي فيها اللغز والحل والسر بتلاقيه في أتفه الأشياء. نعم فأنا بقصد أنا أي واحد بحكي معاي أو بحكي، فدائما هو بيسألني شو بعرف معلومات بجاوب، شو هو بيعرف بجاوبني. فأنت الآن يا أستاذ يزيد موجود في مدينة نيوفنلاند، شو سمعت إشي عن الأطباء أو إشي شو بيعملوا لهم قوانين حاجة؟ هسا شوف، الأطباء
من يعني بشكل عام في منهم اجوا ما اشتغلوا الى الان، بدهم معادله شهادات، تمام، بدهم يدخلوا يمتحنوا اتوقع، وهاي ما بعرف كيف الاجراءات اللي عندهم. مجلس الطبي مزبوط. نعم، بس هسه في اطباء اجوا الان قاعدين بيشتغلوا في المراكز تبعون العجزه الكبار بالسن، خلينا نقول المراكز الصحيه الهيلث كير. نعم، بيشتغلوا بيقولوا لها باللغه الانجليزيه او بلغه الطب حتى شو اسمه والله مش قصدي محمد كير اولدر اللي اولدر. ايوه بالضبط. فقاعدين هم شو بيساووا؟ قاعدين بيشتغلوا في هاي المناطق، بيتابعوا الادويه للهذولا السينيورز الكبار في السن العجزه الموجودين. نعم، بيشتغلوا باخذوا مثلا على الساعه باخذوا 17 دولار 18 دولار باخذوا 16 دولار على حسب الرواتب الموجوده عندنا، تمام. بس هم بقول لك انا يعني اول ما اجي ما بقدر اشتغل بشهادتي، فقاعد بشتغل اي شيء على اساس انه يمكن مثلا اخذ خبره في هذا المجال، ممكن اتثبت، ممكن لقدام اعدل شهادتي انه ما اقعد. هسه في ناس مثلا بتقول لك انا هذا الشغل ما بيناسبني، بدي مثلا مكتب تحت مكتب بدي اشتغل على شهادته، وهذا بده مدير. بالضبط بده مدير. في ناس اشتغلت، يعني هون الفكره بالموضوع انه ما في، مش موضوع انه ما في شغل، الموضوع انه في شغل بس بدك تتعب، بدك تدور، بدك تلاقي، بدك تحاول تقبل باي شيء. ما بدي اقول لك انه والله روح مثلا يعني زد حالك مثلا للتهلكه، لا، بس الفكره انه بالموضوع انه لازم تشتغل، ما بزبط انه تيجي هون وتقعد، لانه هون بالنهايه يعني ما بزبط تقعد. نعم، على اساس حتى يعني مثلا على موضوع اساس انت اذا مستاجر بيت اخر الشهر ما راح يستنى عليك صاحب البيت انك تقعد له مثلا اسبوع، او مثلا تقول له والله صار عندي مثلا حاله او شيء، انه راح يقول لك عادي مش مشكله، لا، بكحشك برا البيت، لانه هون بجيب لك امر اخلاء. نعم، فهون الموضوع صفى انه بدك تشتغل تتعب حالك، ما بزبط تيجي وتقعد، وانه مثلا هذا ما بيعجبني وهذا لا ما بيعجبني، بدك تصبر، هاي البلد هيك نظام. ان شاء الله الله يصبرني واقدر اصبر، مش على اساس اني انا ما بدي، لا، بحكم ان انا يعني من يوم ما تخرجت. نعم. انا يعني سويت اللهم صل على سيدنا محمد، خلصت 6 سنين في اوكرانيا في جامعه الطب هاي بقى مول اللي بتسمع فيها. نعم. ونزلت على الاردن سويت امتياز. نعم. واخذت الامتياز وبعدين رجعت على اوكرانيا وطلعت منها في 2023. نعم. عملت 5 سنين شو بنقول لها اختصاص كلينيكال اردناتر. نعم، الله يبارك فيك. طيب عشان الفترة هاي لاخر يوم حتى في غادرت من اوكرانيا، انا لساتني بل اواعي لاخر القسم الصحي تسميك. وانا اخر يوم في اوكرانيا قبل ما اطلع وانا بشتغل في مهنتي بس. لا طيب لا، خلينا نقول حاجة مفيدة الان. أنا شايف إنه أنسب حاجة للأطباء عشان موضوع الترخيص هي الهيلث كير والكير جيفرز، لأنه هذه لها علاقة بالأدوية، دقيقة المستشفيات، الأدوية، الأشياء هذه يعني، وفيها برضو شهادة الخبرة. لكن في حاجة مهمة إنه أعتقد الهيلث كير والكير جيفرز دخلت من 16 مهنة اللي ممكن، انا مش متاكد، انا بطلب منكم تتاكدوا. متاكد ليش؟ العكس، شايف انها من ضمن المهن اللي اذا ما اشتغلت فيها سنه بتقدر تقدم على الاقامه الدائمه، ديماند اللي اسمه جوبس ان ديماند. الراتب كيف بيصير؟ ايش موضوع الراتب ولا بيزيدوه؟ احنا ما نتكلمش على راتب، احنا بدنا نتكلم على انك تاخذ الاقامه الدائمه. لأنك لما تصير على الإقامة الدائمة في حاجات هتفرق معك، إنك لو رحت تقدم على جرانت في الحكومة منحة، أنا بدي أدرس في معادلة الطب، هذه بتكلف مبلغ، في شهادات بدي أوقعها وأسويها ورسوم للمجلس الطبي واوا، فأنت ممكن تأخذ جزء منها 40-50-60% ترجع لك لما تسجل في والتسجيل في المجلس الطبي مش رخيص. انت لما تتكلم في الالف دولار وما فوق. اي الف دولار يا عم ابو الوليد؟ انا امبارح سجلت في البلاي اول بس اكاونت 320 دولار. لا
أول فتحة، وبعدين في عندهم كورسات بدك تأخذهن يعني غصبا عنك، هذول عشان تدخل على كيو بانك تبع الأسئلة، ايوه بالضبط بدك بالضبط. تدفع 1000 دولار، والامتحان في دورتين في الصيف وفي الشتاء، بدك تدفع على كل دورة 2200 دولار كمان على كل بالضبط، امتحان. كان فيها 5000 دولار صارت الحكاية. عشان هيك بقول لك مش تقول لي 2000، لا لا يا لا حبيبي. استنى، انا بتكلم عن التسجيل في الاول. صح، انا عارف انه في ناس ممكن توصل معها ل 10000، نعم. وبتروح يعني. في واحد صيدلي كان عمل لقاء مع زميل لنا من المغرب محمد حيدة، وقال انه اخذ جرانت من الحكومة 10000 دولار. نعم. طبعا اخذ ال10000، بده يسد نصها، بده يسدها. انا بس الفكرة انك لما انت تاخذ ال10000 وتدفعهم، وبعدين لما الله يفرج عليك تسدهم بدون فوائد، هذا أمر مختلف. لما تحطهم من جيبك وأنت كل اللي جايبهم 15000، أنت بتصير عندك ضغط نفسي. أنا ما بس معيش. انا عايش فيه هسه، بفكر كيف ادفع اللي معاي للامتحانات ولا شوف ادفع. دكتور، ليش أنا طلبت من الناس تبعون أوكرانيا يجوا؟ لأنه اللي سبقك زي أخونا يزيد الآن سابقك بأربعة أشهر، من شهر 10 أربعة أشهر تقريبا، فعنده شوية خبرة أزود عنك. لو لقينا دكتور من الدكاترة تبعون سلكريك وغيرها يحكي معنا، يتشجع بس يتطوع يطلع، ان شاء الله يعني الأمور حتكون أحسن بكتير إن حتى شاء انا الله. يعني مستقبلا اذا اموري مشت وقدمت الامتحان وعرفت كل الخطوات وشو صار معاي، بالعكس انا راح امر ان شاء الله في المرحله هاي، لان انا اصلا معاي البورد الاوكراني يعني لسه طالع، مش فاميلي دكتور لسه، انا يعني بالنسبه لهم هون اخصائي تخدير، بس اعدي الامور كلها. انا نفسيا حب زي هيك اتطوع ان شاء الله يا ابو الوليد في قناتك، بإذن الله. آه يزيد، عشان اتطوعت اقول في أي لك مكان؟ بالتفصيل وبدون اي ملل ولا اخبي ولا اي شيء، يعني كل الخطوات إن المخفيه شاء الله والغير مخفيه، إن شاء الله. وجميع الاطباء عشان يستفيدوا، لان انا عايش وحاسس كيف بدي حدا يساعدني، مش ملاقي في الموضوع هذا بالذات. حنجيب لك، شوف في المهاجرون العرب مش هنقصر، حنضل وراكم لما نجيبكم. ان شاء الله حيبقى في والله. ناس بذرتها كويسة وطيبة نعم وبتعطي، لأنه في نعم ناس كتير بتاخد وما بتعطي، بس إحنا هنلاقي ناس زي أخونا يزيد تبرع إنه يعطي. تمام؟ والله شوف يعني يزيد، اتطوعت في مكان يا يزيد قبل ما أنسى؟ والله انا لا، قبل ما اسافر ما تطوعتش، هنا وانا فولنتيرد في كندا. والله حكيت انا تواصلت مع الهلال الاحمر، تمام، مع الصليب الاحمر عفوا، فحكوا لي انه في بتقدر تتطوع، بس بطلب منك اللغة الانجليزية شوي تكون كويسة، بطلب منك تكون عندك رخصة سواقة، لانهم مرات بطلبوك في اي وقت يعني، فاحنا ان شاء الله لقدام يعني بدنا نتطوع ان شاء اوكي، الله. لان هذا بيتم الاطباء، لازم يكون معاه الرخصه ولازم يكون بيحكي نعم انجليزي، عشان لو قالوا له تعال معنا في مريض وقع انكسر صار له شيء نسوي. بدك تعرف تحكي معهم، مزبوط. بنرجع للنقطة ألف الإنجليزي. اللغه نعم اللغه اللغه. طيب نعم فدكتور انت شوف المراكز هاي تبعت الهيلث وما الهيلث، وحاول تشتغل فيهن كخبرة، بتاخذ خبرة، بتقوي لغتك الإنجليزية. ايش في كنا ايش اسمه؟ لحالها انقطعت ورجعت، ما مشكلة ما مشكلة. فالفكرة هي انتهى، احنا وقت الساعة تبعنا ان شاء الله، وبنشكركم على انكم تواجدتم معنا. واحنا اكثر مهندس. واذا الناس بعد ما نذيع الحلقة بعتوا اسئلة واشي، انا هبعت لكم اياها، يا نعم اما انا ما بتردوا عليها، يا اما بنعمل جزء تاني في وقت انا ما فضاوتكم. عندي عندي انا انا ما عندي مشكلتي إيش بالوقت مهندس، ان شاء الله. انا والله التعليقات مش مبينه عندي هون على ما فيش الشاشه. تعليقات، احنا مش على الهوا حبيبي. بدريش يعني انا لا الفكره، لا انا لا، حتشوف التعليقات لما نحط البرنامج على الهوا، هتلاقي ناس بتصير تسأل. ما في مشكله اذا بتحب انت تعمل كمان حلقات كثيره مثلا انا عن بدي، الاسئله، مثلا طالما في ضيوف شوف انا بدي. تجمع مثلا الأسئلة، مثلا نطلع معاك نجاوب عليها من ناحية خبرتنا، ما عندنا مشكلة يعني، احنا بهمنا بالنهاية بالضبط. الناس تستفيد، لأنه يعني الناس بالنهاية ماخذين فكرة إنه كندا أول ما توصل راح تلاقي شغل وراح تلاقي سكن وراح السمن تلاقي والعسل. بالضبط، ما بيعرفوا إنه كندا كثير صعبة، بس
بدها شغل، يعني اللي بيشتغل حاله فيها بتعب أول فترة راح يلاقي لقدام وراح تفرق معه. أستاذ مزيد بدي أعطيك معلومة. نعم. أنا إلي صديق عزيز 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 كثير علي يعني. نعم. درست معاه في أوكرانيا، بس هو روع الأردن وكمل اختصاص تخدير في الأردن. نعم. اسمه علاء العتوم. يمكن عارفه بالشكل. موجود الآن عندك في نيوفاندلاند موجود. علاء العتوم. في فندق هسه هو. موجود بنفس الفندق اللي عندي. ايوه خلص عشان اذا صار تتعرف على خلص وصل له. لا بعرفه علاء، بعرفه علاء. خلص وصل له السلام. قول له صاحبك الدكتور نضال بيعرف، مش حدا غير. اسمع لما نعرض لقيت لما انا اعلن الفيديو بتقول له تفرج على الفيديو عشان تسلم. لا تفرج على الفيديو عشان اسلم عليك يا دكتور علاء. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. الوقت عنده تاخر الساعه 12. لا ما عندي مشكله والله، ما في شيء يصير ساعتين ونص فرق يا نضال. ساعتين ونص حتى بكندا كمان، يعني في فرق بالتوقيت هسه. فاحنا عندنا الان عندنا 10 الا ربع، عنده 12 وربع بالليل. نعم في فرق تو ابعد منا معناته كثير. ما هو اللي في فانكوفر ورانا بساعتين. ساعتين صح صح. فتطلع اللي في فانكوفر لما يكلم اللي في نيوفاوندلاند 4 ساعات ونص. هذا زي اللي حاسس حالي هسه كيف في الاردن بتحكي في النهار و يعني بحكي مع والدتي تقريبا الساعة 11 في الليل بتكون هي صلت الفجر وقاعدة تستنى تلفون. اطلب منها الدعاء والرضا وان شاء الله جميعا. ان شاء الله يا رب. انا والدتي رحمة الله عليها توفت. الله يرحمها. خلص الدعاء والرضا تبعها يعني. الله يرحمها. بس ماتت وانا مرضي الحمد لله. الحمد لله. بس شوف دكتور اهم شيء تشوف تبعون المراكز تبعون الهلال الاحمر والصليب الاحمر، تطوع معهم يمكن تثبت تشتغل معهم لقدام. شوف خلينا نقول المراكز تبعت العجز اللي بيوت اعمارهم كبيره هاي كويسه، يعني حتى خلينا نقول لا تطلع على الراتب، تطلع هذول الهلال الاحمر اللي بتحكي عنهم هذول ما هم بيطلبوا شهادات. لا اسمعني اقول لك انت طبيب يا دكتور نضال. اسمع من 13 سنة قبل أنا ما أجي على كندا في واحد من الدكاترة إجى على ألبرتا واشتغل سواق سيارة إسعاف مسعف. شوف هو طبيب وطبيب حوادث حب إنه يشتغل سواق سيارة إسعاف لأنه هذه السيارة بتشيل حوادث طول الوقت شغلانته، فما طلعش من شغلانته بيودي حوادث بيشوف حوادث وتخصص في الحوادث وبعد ما ربنا فتح عليه صار طبيب حوادث. سبحان الله. تمام. طبيب الحوادث رهيبة جدا. بقول لك تأخر الوقت، كل سنة وانتم طيبين. آمين. ساعة وثلاث دقائق طولنا على الجمهور، لكن نوعد الجمهور في لقاءات أخرى فيما بعد إذا صار في أسئلة وتفاعل حول البرنامج الأوكراني. نعم. تمام تمام. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. أهلا أهلا.